بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلاتكم فيض الوطن، وطن الأمان، وطن التقدم، وطن الازدهار. التحية لك وطني، والتحية لكم مشاهدينا أينما كنتم. نظمت وحدة تنفيذ السدود بالتعاون مع قسم علم الاجتماع بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة النيلين منتدى أثر السدود ومساهماتها في مشروعات التنمية المستدامة. تحدث خلاله المهندس مصطفى حسين، المهندس المقيم بمشروع الروسيرس، مؤكداً أن إنشاء السدود هو الحل الأمثل للتنمية في السودان، وأشار إلى اقتراب دخول الوحدة الثانية من توربينات محطة التوليد بمجمع سدي أعالي عدبر وسيتيت إلى الشبكة القومية للكهرباء. وأبان أن مشروع الحل الجذري لمياه الجضارف قطع شوطاً كبيراً في مختلف مرافقه. دخول هذه الوحدات تباعاً إن شاء الله سيحدث أثراً إيجابياً في استقرار الإمداد الكهربائي. عندنا أرخص مورد لتوليد الطاقة الكهربائية هي توليد الكهرومائي، يعني بما حبان الله به من يعني مصادر وموارد في كثير من المواقع، وهي طبعا كلها ودرست، وإن شاء الله إذا اكتملت إنشاء هذه السدود ستغطي الحاجة وأكثر، بعد ذلك ستنمو الصناعات سواء بشقيها يعني الزراعي والحيواني وكل وسائل الصناعة. بروفيسور حسن الساعوري المدير الأسبق لجامعة النيلين أشاد بوحدة تنفيذ السدود واصفا مشاريعها بأنها أحدثت نقلة تنموية كبيرة في المناطق التي أقيمت فيها وفي كل البلاد. من جانبه ثمن الدكتور كمال محمد عثمان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة النيلين جهود الوحدة في سد مروي والروسيرس وأعالي عدبر وسيتيت ومشاريعها المصاحبة، وأبان أنها تعد أنموذجاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي ذات السياق دعا المهندس أحمد عبد الله مقرر اللجنة الفنية إلى أهمية الاستفادة من الموارد المائية في السودان بإنشاء المزيد من السدود لإنتاج الطاقة واستدامة التنمية من خلال المشاريع المصاحبة والبنيات التحتية الأساسية. سكان منطقة أعالي نهري عدبر وسيتيت استبشروا خيراً بإعادة توطينهم في المدن الجديدة، وهم ينعمون بحياة أفضل، وذلك بفضل ما وفره لهم إنشاء مجمع سدي أعالي نهري عدبر وسيتيت. أنشئ مجمع سدي أعالي عدبر وسيتيت على بعد حوالي 80 كيلومتر جنوب خزان خشم القربة و30 كيلومتر من مدينة الشوك، حيث يقع بجزئي بمحليتي قلع النحل في ولاية كسلة والفشقة بولاية الجضارف. ويشتمل المشروع على سدين متصلين وملحقاتهما على نهري أعالي عدبر وسيتيت مع محطة لتوليد الكهرباء. يهدف المشروع إلى إنتاج 320 ميجا واط من الكهرباء وتخفيف ترسب الأطماء ببحيرة خزان خشم القربة وتوفير مياه الشرب لمنطقة الجضارف وزيادة الثروة السمكية بإنتاجية كلية تقدر ب 1700 طن في العام، وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين من المشروع وتوفير فرص عمل إضافية لمواطني المنطقة. وحول موقع المشروع تم إنشاء 11 مدينة سكنية لإعادة توطين حوالي 30 ألف نسمة. مريم تم إعادة توطينها مع أهلها وجميع سكان قريتها القديمة الواقعة على الضفة الغربية لنهر عبرة إلى المدن الجديدة. ومريم وهي ربة منزل وبسعادة غامرة وصلت إلى موطنها الجديد الفتح، وهي إحدى المدن التي تم تأسيسها ضمن مشروع مجمع سدي أعالي عدبر وسيتيت لتوطين المتأثرين من قيام المشروع. وتضيف مريم
لدينا في المدينة الجديدة بيت واسع وكبير ومبني على النمط الحديث، وشبكات للمياه النظيفة والنقية والكهرباء، وهو ما كنا نكابد من أجل الحصول عليهما، ولا يتوفران لنا في قريتنا القديمة. مضيفة: لست آسفة على الإطلاق لتركها. يا دوب الأمور تصلح هالسنين، العيالنا للتعليم ما شاء الله وماشين 100%، ونهنا زادنا على البلد مشى معانا وما شاء الله تبارك الله، ربنا يزيد النعمة وناكل صميح ونشرب صميح ونلبس صميح والبيوت صميح، ونحن ماشيين مع التعامل للناس ما شاء الله. هسه لما جينا نحن بقينا خشينا للمواعدين بتاع الحكومة، هسه أنا المديرة الكبيرة لاتحاد المرأة. أي ومثل مريم آخرون وجدوا في المدن الجديدة حياة نابضة وتغييرا لواقع يمثل المستقبل المشرق لهم. مجمع سدي أعالي نهر عدبرة وستيد شريان حياة جديدة يتدفق من شرق السودان، وهرم يعيد لولاية السودان حقها ونهضتها وانطلاقتها، وهو من أكبر المشاريع التنموية الضخمة التي ستغير الخريطة الاقتصادية بالسودان. يمثل تدشين الكهرباء من مجمع سدي أعالي عدبرة وسيتيت عبر دخول التوربينة الأولى للشبكة القومية للكهرباء رسالة واضحة مفادها أن السودان يمكن أن يصنع الإنجازات الكبرى بسواعد وعقول بنيه. تتكون محطة توليد الكهرباء بمجمع سدي أعالي عدبرة وسيتيت من 4 توربينات وعدد 13 محولاً كهربائياً بسعة إجمالية تبلغ 320 ميجاوات، وتتكون التوربينة الواحدة من 6 ريش، وتتميز الوحدات الأربع بأنظمة حماية وسلامة وتأمين من خلال التبريد وأنظمة التفريغ وكاميرات المراقبة. متوقع إن شاء الله زي ما قلنا يعني بنهاية الشهر ده المحطة دي تكون رفدت الشبكة القومية ب 160 ميجاوات إن شاء الله تعالى. إلى جانب تقدم الأعمال بمحطة التوليد بمجمع سدي أعالي عدبرة وسيتيت، تعمل إدارة الهيدرولوجي بالمشروع على تركيب أجهزة قياس لمناسيب المياه في 7 مواقع لمتابعة تدفق المياه القادمة لبحيرة المشروع. قمنا بتركيب جهاز بابلر في محطة حمدايت على نهر سيتيت، والغرض من هذا الجهاز هو قياس مناسيب المياه الداخلة إلى بحيرة أعالي عدبرة وسيتيت للاستفادة منها في تشغيل الخزانة التشغيل الأمثل ومعرفة كميات المياه الواردة إلى السودان من نهر سيتيت. وهذا الجهاز يمتاز بأنه بيرسل البيانات عن طريق الإنترنت للمخدم في مروي، سيرفر في مروي، ومعرفة المناسيب كل ساعة أوتوماتيكيا. يتم ربط النقاط المساحية لمحطات الهيدرولوجي والتي تم تخصيصها منذ عام 2012 بأجهزة قياس تساعد على التشغيل الأمثل للمشروع. في نقاط مساحية تم تأسيسها في العام 2012، ونحن الآن بصدد مراجعة القيم المساحية والربط المساحي للمحطات اللي هي بتساعد في التشغيل الأمثل لسد أعالي عدبرة وسيتيت. يظل مجمع سدي أعالي عدبرة وسيتيت إنجازاً ضخماً يدل على صلابة وإرادة الشعب السوداني في تحقيق الإنجازات، وهمة المهندسين والعاملين السودانيين الذين يعملون بجد واجتهاد وتناسق تام مع الخبراء والمهندسين الأجانب. نحن في زيارة لموقع سدي عالي نهر عدبرة وسيتيت،
والانطباع يعني بيجي الواحد مباشرة هو انطباع إيجابي جدا، حيث شعرنا بفخر واعتزاز كبيرين، ونحن يعني بنشاهد إنجاز كبير بهذا المستوى بهذا الحجم. وكذلك مما يعني أثلج الصدور الناس جميعا أن يعني غالبية العاملين في هذا الموقع من مهندسين وفنيين واستشاريين، هم يعني كوادر سودانية، وده يعني بيملى الإنسان السوداني فخرا واعتزازا بأبنائنا المهندسين والفنيين الذين التقينا بهم والذين قدموا لنا شرحا وافيا عن المشروع وبدايات التنفيذ وكذلك المراحل التي مر بها هذا المشروع والمراحل القادمة. يعني أتينا لهذه المنطقة اللي هي منطقة مشروعي ستيت، باعتبارها هي إضافة ثقافية لأهلنا، باعتباره يعني هي إضافة حقيقة للوطن وحقيقة مشروع كبير نتمنى إنه يرى النور القريب العاجل ويستفيد منه أهل المنطقة وأهل البلد والسودان عامة في تنمية وزراعته وخدمة للإنسان والبشرية إن شاء الله. مشاهدينا بكم ومعكم تصفحنا هذا العدد من مجلتكم فيض الوطن. لمزيد من المتابعة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.diu.gov.sd. لكم خالص تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.